سامي اكيد بنبارك للعيبه ومبارك للجهاز الفني، الفوز مطلوب ومهم، وكل مباراه النادي الاهلي بتخلق دوافع جديده للعيبه رغم الاجهاد والتلاحم الكبير للمباريات، لكن هو هدف، هي الثلاث نقاط وهدف البطوله ان شاء الله يا كابتن. مبروك عليك طبعا ومبروك لجمهور النادي الاهلي، مباراه مهمه جدا بالنسبه لنا زي ما انت قلت، ضغط المباريات والصعوبات اللي احنا بنقابلها خصوصا مع كل الفرق، خصوصا الدور الثاني مباراه اصعب جدا، كل الفرق عندها دوافع كثيره، اللي عاوز يهرب من القاع واللي عاوز يخش المنطقه الدافئه واللي عاوز يلعب على المربع غير اللي انت بيلعب قدام النادي الاهلي فبيقاتل عشان يعمل نتيجه ايجابيه، لكن رغم كل الصعوبات ديت الحمد لله لعيبه النادي الاهلي وده عدينا بيهم دايما، يعني ان هم على قد المسؤوليه موجودين دايما في الموعد، واتمنى ان شاء الله الاستمراريه لان اللعيبه دي ان شاء الله جديره اللي هتحقق طموح جمهور النادي الاهلي واهدافنا احنا واهداف كل الناس اللي بتنتمي للنادي الاهلي. اعتقد صعوبه المباراه يا كابتن سامي من شقين، الشق الاول وهو فوز النادي الجونه على نادي بيراميدز واداء اكثر من رائع، وايضا كمان مواجهه النادي الاهلي امام اي فرق بيبقى ليها اختلاف وظروف بعيده عن كل البعد عن اي فرقه ثانيه يا كابتن. طبعا انت بتتكلم فرقه لسه لاعبه من حوالي 4 5 ايام ومحققه نتيجه ايجابيه جدا مع بيراميدز، يهمها برده اللي هي تثبت نفسها قدام النادي الاهلي، وغير ما انت بتقول انت بتلعب قدام البطل ودايما اللي بيلعب قدام البطل بيقاتل اكتر، لكن الحمد لله احنا اللعيبه الحمد لله كانت زي ما بقول اللي هي دايما مقدره يعني تيشيرت النادي الاهلي وحجم طموح وجماهير النادي الاهلي، والحمد لله هو ده اللي بنسعى له وان شاء الله اللي جاي افضل لينا ان شاء الله باذن الله. فقدنا بدون اصابات لكن فقدنا سعد بالنسبه للطرد، عمرو الصلاح عايز اطمن عليه برده، كان انذار عنده انذارات علي معلول، عايزين نطمن برده لانه ثلاثي مهم جدا يا كابتن سامي. لا سليه الحمد لله ده اول واحد هو راجع من الوقف، سعد طبعا موقوف عشان الطرد يعني، وعلي برده نفس اعتقد اللي هو الثاني بالنسبه له يعني. لا جونيور برده ممكن يكون الثاني يعني، اعتقد ما وصلش لثلاث انذارات يعني، لكن هم طبعا بيقاتلوا وحاجه تحسب ليهم وتحسب للعيبه، والحمد لله الاداء والنتيجه ده الاهم، وان شاء الله اللي جاي بالنسبه لنا ان شاء الله الافضل دايما باذن الله. عايز اطمن على جونيور ومسك رجله في الاخر، هل اشتكى من حاجه بعد ما طلع من المباراه ولا بالنسبه له الدنيا سليمه يا كابتن نسان؟ لا الحمد لله كويس الحمد لله، معظم اللعيبه الحمد لله بعد المباراه، حتى انت شفت دلوقتي ان معظم الناس نزلت الاستشفاء من بدايه من دلوقتي، واعتقد الحمد لله ان شاء الله كل اللعيبه ان شاء الله كويس. شكرا مبروك عليك. مستمرين معاك.